أستاذ منار، هذه العمليات اليومية التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة عملية معقدة في الواقع، في وسط لا يساعد كالوسط الذي نتحدث عنه. برأيك الإكراهات التي تطرحها محاربة الجريمة في لنقول محيط لا يساعد على مكافحتها؟ أولا المحيط صعيب، المحيط صعيب، وهناك نرجعوا ديما للتدبير ديالو، التدبير ديال هذا المجال الترابي كيفاش كيتدبر من طرف كاع الجهات اللي كتدخل فيه. ثانيا رحنا كنشوفوا رجال الامن دائما كاينه هذيك الجوالات، وكاينه مساله اخرى تلقي الشكايات، وكاينه المساله ديال الوشايات، ولكن اللي كاين وهو كاين واحد الاغراق ديال رجال الامن بهذه القضيه ديال 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 الطلبات. كاين واحد الطلب كبير على الامن، هذا اللي خصنا ننطلقوا منه. كاين واحد الطلب كبير في واحد المجال، احنا شفنا من خلال الصور هذاك المجال كله كيبان عشوائي، كيفاش غيمكن الضبطي هنايا؟ هنا فين كنرجعوا كنقولوا اودي النقاش راه ماشي على التدخل الخاص اللي كنسميوه حنا، ماشي التقني، العمليه كدار، ولكن في جميع التجارب راه صعيبه، بمعنى صعيبه الا ما كانش مجهود اخر. السي عبد العلي كيهضر على سياسات عموميه، انا هنا غير غنوضح واش غنبداو نناقشوا من عند الحكومه. حنا كنعرفوا الحكومه كاين بزاف ديال الاختلالات، ولا خصنا نرجعوا نناقشوا السياسات العموميه المحليه. هنا السياسات العموميه المحليه أنا على حساب مجموعة ديال الإجراءات اللي شتنا، وهو أن المجالس ما كتفكرش بهذا الجانب الأمني نهائيا. ملي كتكون كتحط مثلا باغا واحد التجزئة ولا غيرها، ما حضراش هذه العناصر نهائيا، ما حضراش، بمعنى كتحضر معايا رجل ديال الأمن كتحضر معايا هذه العناصر كاملين، وكنقول أودي راني غندير واحد التجزئة في واحد المكان معين، أشنو هو اللي مطلوب؟ هذا الشيء ما كاينش. وحتى مسألة ديال 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 التشغيل مثلا، كنهضروا على التشغيل، الحكومة عندها صعوبات وغيرها، ولكن على مستوى المجالس هذه راه 1503 ديال المجالس اللي كاينة في المغرب ديال المنتخبين. طيب. وهذ المنتخبين راه هما كاينين أحزاب